إهداء من العريس وأخواته لأمهم الغالية. يا أم حسام الشعر عندي غنيمة، لجا طريق اختار منه الجزالي، أمطرت بالقفاعل حشمه وشيمه، يا الخزاعية بك ترى يطيب فالي، بك ترى يطيب فالي. تم التسجيل والمكساج باستديوهات أفراح العروسين. هذه النسخة للاستماع فقط، يمنع استخدامها. الحقوق محفوظة لدى استديوهات أفراح العروسين. أفراح العروسين للزفات والشيلات والقصائد وسحب الموسيقى. هذه النسخة للاستماع فقط، يمنع استخدامها. وللطلب بدون حقوق أو الاستفسار التواصل على جوال 05-333-48-021 أو من خارج المملكة 00-966-533-48-021 تم التسجيل والمكساج باستديوهات أفراح العروسين. هذه النسخة للاستماع فقط، يمنع استخدامها. الحقوق محفوظة لدى استديوهات أفراح العروسين. أفراح العروسين للزفات والشيلات والقصائد وسحب الموسيقى. هذه النسخة للاستماع فقط، يمنع استخدامها. وللطلب بدون حقوق أو الاستفسار التواصل على جوال 05-333-48-021 أو من خارج المملكة 00-966-533-48-021. تم التسجيل والمكساج باستديوهات أفراح العروسين. هذه النسخة للاستماع فقط، يمنع استخدامها. الحقوق محفوظة لدى استديوهات أفراح العروسين. أفراح العروسين للزفات والشيلات والقصائد وسحب الموسيقى. هذه النسخة للاستماع فقط، يمنع استخدامها. وللطلب بدون حقوق أو الاستفسار التواصل على جوال 05-333-48-021 أو من خارج المملكة 00-966-533-48-021 أفراح العروسين. هذه النسخة للاستماع فقط، يمنع استخدامها. الحقوق محفوظة.